يعني للأمانة في نقطة مهمة، إنه الشخص لو يفكر في قدام لأنه يكون عمر بعد عمره طويل، هل هو يبغى يكون إنسان صحي كمثال أو رول موديل على قولهم، واللي حوله يساعدهم، ولا هو اللي حوله يساعده ويشيله؟ وفي النهاية يعني قرار للشخص نفسه، حتى وإن كان يتكاسل في الموضوع يبدأ بخطوة واحدة بهدف مرة قصير المدى، يعني شيء بسيط. أنا والله اليوم أحاول على الأقل 3 مرات في الأسبوع أمشي مشي طبيعي، سواء في الشارع سواء في أي مكان، أو أطلع الدرج بدل ما أختار الأسانسير. ففي أشياء الواحد لازم يحطها على المدى البسيط وما يضغط على نفسه، لأنه في النهاية الشخص ما وراء مثلا بطولة أو وراء تحدي أو غيره عشان والله يضغط على نفسه أكثر. فكل ما كان المفهوم بالتدرج وعلى قولهم at ease أو أنه بسهولة، يكون أسهل للشخص الطبيعي، وبعد كده أيوه.